إخوان الله يرحم الوالدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي المغربي للأخبار. نتواجد الآن بالحي المحمدي وبالضبط بالمنزل الذي انهار يوم أمس أو صباحة اليوم. كما ترون يعني مشهودات جبارة تقوم بها كل السلطات المعنية، لا من الواقع المدنية ولا الأمن الوطني ولا القوات المساعدة ولا جميع الإخوان، من أجل أنهم يجبدوا الناس اللي مازال عالقين تحت الأنقاض. وهنا كيف ما كتشوفوا يعني كاين واحد السيدة الله يرحمها اللي دابا غادا تحاول اللي غادي يشدوها. بقاو معنا على المباشر. نعم راجل الأول الله يفزر. السلام عليكم وتحية ملكية من فاطمة الوطنية. وراجل مسكين نايض الفجر ها هو طايح، هو اللي نوت على قبلو الصداع بس كيجبدو فيه. دابا الناس السلطات محنين والوقاية محنين، الحمد لله جا حضروا البوليس، حضرت الوقاية، حضر القايد، حضر السيد العامل برخيي، حضروا كاع الناس المسؤولين. وباقي الناس حيين، باقي في واحد الكراج هما اللي باقيين حاصلين لداخل. وواحد الراجل ها هو ميت، ها هو كيجبدوا فيه. الله يرحمه والله يغفر ليه ولينا، والله يثبتهم على سؤالهم، والله يدوجهم برحمته الله. مع 8:30 كاينين الناس خرجوا مع 7، خرجوا الناس مع 7 الخدمة مع 8:30 طاحت. بقينا 4 الناس والراجل بمرته ووليداته ها هو باقي. كانوا كيعيطوا يتعيطوا معاه في التليفون، دابا من عاودوا عيطوا لي في التليفون لقاو التليفون طافي، وخلوني غير دخلت انا كون جبدته. كان باقي عايش كان كيتجاوب معاهم، ودابا الله اعلم واش مات. الله اعلم واش تشارجا ليه التليفون ولا الله يرحمه الله يغفر ليه ولينا، والله يثبتوا على سؤالهم. وبلادنا ملكيه وبلاد القانون. عاش محمد السادس. تحياتي لك. كيف ما سمعتوا يعني شهاده من عند الاخت اللي كتقطن هنايا بالحي المحمدي درب مولاي شريف. كيف ما كتشوفوا هنايا يعني جميع السلطات مجنده من اجل انها باش دير العمل ديالهم. وكيف ما كتشوفوا حتى الجسم الصحفي موجود وبقوه من اجل تغطيه الحدث. ما زلنا ننتظر خروج الناجين من تحت الانقاض وكذلك الموتى ان شاء الله. نتمنى وان شاء الله انهم اللي باقيين هنا يكونوا على قيد الحياه ويتكتب لهم عمر جديد ان شاء الله. كيف ما كتعرفوا هذه التغطيه هذه اللي من قلب الحي المحمدي. احنا كما كتعرفوا على اننا جينا من مدينه المحمديه من اجل اننا ننقلوا الحادثه والفاجعه وننقلوها للمشاهدين ديالنا مباشره من عين المكان. كما ترون الان يعني السيارة ديال نقل الأموات فهي حاضرة من أجل أنها تخل يعني يا إما الموتى أو المصابين. إن شاء الله كنتمناو أنهم يخرجوا بواحد اسمح لي أشي ريدك تربي فين جديد اللعيبه نحطها. كما ترون الان يعني جل السلطات يعني تشتغل من اجل انها تفك العزله عن المفقودين. ضل فين يجي من ضل كان اعتاد ولا القطاع ديال الله يجازى بعد شي هذا فهد مباشرة حي
الاخوان بارطاجيو معنا الله يسر عليكم باش نوصلوا هذا اللايف هذا للجميع المواطنين ويشوفوا الاحداث اللي وقعت اليوم. هذه الكارثه اللي وقعت اليوم بالحي المحمدي وبالضبط بدرب مولاي شريف. كما خدينا الاراء ديال الاخت فاطمه على انه الحادثه وقعت حوالي الساعه 7:30 او 8 صباحا. كل السلطات يعني كتشتغل تحت الامطار، وكيف ما كتعرفوا على ان الامطار الخير اللي عمات ربوع البلاد فهي ما قدرتش انها توقف العزيمه ديال الابطال ديالنا اللي كيشتغلوا من اجل انهم باش ينقذوا راه بشوف مشدده لكي لا يقع او لا يتكرر هذا الجد اللي شفناه المرجو من الاخوان انهم يبارطاجيو معنا هذا اللايف هذا ربوع المملكه. اذا هنا ان نقول هو بان اشياء اللي هي كانت صعبه وقطع عليها بالامس في مدينه الحده البيضاء خصوصا من دواوير جاويه لمدينه المحمديه لاننا وقفنا الباب شوف انا دور من تحت حيث كان تواجد ديال رئيسة الحزب البلدي في نفس المكان كانوا الناس كما ترون مشاهدينا الاعزاء حنا كنتواجدوا الان بالمنطقه اللي وقعت فيها الكارثه ديال سقوط هذا المنزل اللي صراحه يعني اللي كان قايل السقوط، وبفضل يعني الامطار الغزيره اللي كانت هطلات ربما انها هي قدرات على انها باش 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 طيحوا بهذا الشكل هذا. وكما كتشوفوا على انه عدد الضحايا اللي كاينين هنايا تقريبا 5 ديال الضحايا، خرجت ضحيه وحده ومازال باقيين 4 ياك سي شداد، 5 وحده خرجت واحد مازال. بعض الاخبار اللي جاتنا من المصدر على انه شات باقي داري صغير اليوم هاد الساعه هذه يعني هما على مقربه من انهم يخرجوا واحد الجثه من تحت الانقاض. كيف ما كتشوفوا يعني رجال ديال الوقايه المدنيه كيشتغلوا من اجل انهم يحيدوا يعني الاحجار والاطربه على الجثه اللي غادا تخرج بعد قليل. انتظروا معنا في اللايف باش تشوفوا الاحداث اللي كتمر بها هذه المنطقه ديال الحي المحمدي درب مولاي شريف. قول السلام عليكم ورحمه الله مشاهدين داخل المغرب وخارج المغرب. المغرب اخبار في هذه الكارثه هذه ديال درب مولاي شريف الحي المحمدي اللي تابعه لمقاطعه الخليل درب مولاي شريف. هنا كتواجدوا دابا في العين المكان الراجل مسكين دابا راه في الموت، هو دابا كيصلي مسكين في الفجر وطاحت عليه الحيط، والراجل في خطر داو المحمد الخامس، ومن محمد الخامس داو الميريسكو يدير له السكانير. دابا حاليا باقيين 3 الوفيات تحت الحجر، ثلاثة ديال الوفيات. حنا دابا كنتسناو في الجثة اللي غتخرج دابا، وكنطلبوا من المشاهدين تبعوا هذا اللايف هذا ويبارطاجيو
باش يلحق المسؤولين الكبار، وخاص السيد عامل جا دار دوره شرفيه وعين المكان، وكانوا النواب ديال مقاطعه الحي محمدي، وكانوا رجال امن وقوات القوات المساعده والقوات المدنيه. كنشكرهم على هذه المجهودات اللي كيقوموا بها. ودابا الناس ديال الاشغال ديال البلديه هما في عين المكان، تاهما كيحيدوا في التراب والحجر باش يغلبوا على الجثه اللي كاين اللي باقيين. فهمتوا ولا لا؟ بارطاجيو هذا بارطاجيو، الله يجزيكم بخير داخل المغرب وخارج المغرب. المغرب اخبار. شكرا الاخ محمد شداد مراسل الاخبار المغربيه، المغربيه للاخبار بمدينه الدار البيضاء. شكرا على موافاتك ببعض المعلومات اللي احنا مازال ما عندناش، ولكن بما انك انت يعني كنتي في قلب الحدث وعارف شنو. السلام بخير. لاباس عليك؟ لا 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 انا سمعت هما دايرين الله يبارك. المرجو من الاخوان انهم يبارطاجيو معنا، بارطاجيو على اعلى مستوى. بغينا هذا المشكل هذا اللي هو ديال المنازل اللي قايله للسقوط انه يوصل للمسؤولين، لان بحال هاد المنازل هادو ما خصهمش يبقاو صراحه. يعني التصدعات اللي كاينين فيهم هما اللي كي 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 اللي خاص اعاده الترميم ديالهم، وخاص اللجنه ديال التعمير انها دير مراقبه لمثل هاد المنازل. وكما كنشوفوا الان يعني هاد الفاجعه صراحه يعني غادي تألم وألمات يعني أسر ديال الضحايا اللي خلاتهم اللي غتخليهم يعني انهم باش ينساو هذه الفاجعه هذه، يعني خصهم واحد سنين وسنين. وكما كتشوفوا حتى البنايه اللي كاينه هنايا فهي حتى هي متصدعه، ولا اظن انها سوف تتحمل ربما انه والله الحمد لله. اليوم
الاخوان بقاو معنا الان. يعني كاينه واحد الجثه اللي غادا تخرج من تحت الانقاض، وتحيه كبيره للرجال ديال الوقايه المدنيه اللي معرضين الحياه ديالهم حتى هما للخطر. وكيف ما كتشوفوا على انه حتى المنازل المجاوره للمنزل اللي سقط فهي حتى هي فيها عديد من التصدعات، وربما انها تقدر تخلق حتى هي مشكل. ونطلبوا الله السلامه، نطلبوا الله السلامه. كارثه زعما عدد الضحايا اللي كاينين هنا تقريبا 5 ديال الضحايا اللي كاينين. جثة، هناك شخص تم نقله الى المستعجلات بمستشفى محمد الخامس، وربما ان هناك جثة ثانية تحت الانقاض سيتم رفعها من تحت دار خطأ حتى تم. الله اكبر. وين هي طاح؟ طاحت شنو قال هذا الله غير هذه وقال شي غطيح دابا بعد الحجر تني طاح حتى شي حتى واحد فينا. ورشيد في راسك لا طيح هذيك ياك وطريز وطريز ولا عليك واش جيتي فاص دابا جيتي فاص السلام عليكم راك كيسرح لي رشيد رشيد دعوة انه إنا لله وإنا إليه راجعون. تما كما ترون الآن يعني إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذه اللحظة يتم انتشال الجثة الثانية أو الضحية الثانية من بعد ما إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن يعني بعد قليل سيتم رفع جثة من تحت الأنقاض، ننتظر خروجها ونتمنى من الباقين أن يكونوا على قيد الحياة. صراحة يعني منظر مؤلم صراحة، وكما ترون أنه
بهذه المنطقه هذه تقريبا كاين شي 100 سكن اللي كلهم يعني آيلين للسقوط. والموضوع يعني لدى السلطات من تقريبا من 2017، يعني اليوم جاء الوقت لانه خاص يتخذ قرار نهائي بانه ما تبقاش هاد المنازل، هاد المنازل اللي آيلة للسقوط. باش نصبر راه كاين واحد الضغط، راه ما غيمشي بالجري. كاين والو كاين والو ديال الناس ديال الناس شنا هنا كاين واحد كان في الناس هنا ما يخليك شامو هليني نغدي ثم ما يخليك راه تعمل مريضة صاحبي مريضة مريضة مشاهدينا الأعزاء لازلنا في هذا البث المباشر من حي من الحي المحمدي وبالضبط في طيبين والو شوف راه حتى داك يعني العشوائي
شنو بزاف راه المقدم القائد كل شيء كاين هنايا على حسب ما سمعت انا على انه هذا الملف هذا 2017 اللي تكلم عليهم بالافراغ ولكن الناس مازال ما خرجوش وما بغوش يخرجوا ربما ما كاينش البديل فين غيمشيو هذا هو المشكل كاين الحكم ولكن ما كاينش البديل ما كاينش ترى بنا بالتراب اش شير بني غير بالتراب الحياطة كبيرة الله يلا هذه طلعت شربها شيء ريحة السحاب راه شوية شوف دابا حتى لي زيطاج شوف هذوك الاخرين ثاني شوف التليفون تليفون لطفالي كانوا كيعيطوا لي فيلا ولكن تليفون لطفالي انسي فازي فازي هذاك اللي كان داخل كاين في الكراج واقيلا هادشي هادشي علاش باغي نعاود شي كيضرب معاه باغا ضرب يا خلا عقل ايمن كنت كنصيب بزاف من بيتي يلا راه صافي شوفوا لا ما يصيفطوكش للحبس
خالد فين خالد هاني شين قبيلة صاحبي هادشي داخل
الاخوان السلام عليكم. حنا مازال كنتسناو هنايا ريتما تخرج الجثه ديال الفقيد من تحت الارقاد، وكما كنشوفوا على انه يصعب انه تخرج الجثه في يعني من خلال هذا يعني التراكمات ديال الاحجار والاتربه. السلطات ديال الوقايه المدنيه مشكوره من هذا المنبر هذا تقوم بدورها، ولكن مازال الجثه عالقه لان المده تقريبا سرقات واحد نص ساعه على اساس انه باش يخرجوها. هذه الجثه اللي كانت تقريبا يعني قريبه، ولكن لحد الساعه مازال يعني صعيب عليهم الحال انهم باش يجبدوها في هذه الوقيته هذه. غادي نبقاو نستناو، وكنتمنى منكم على انكم تبقاو معنا وتتبعوا معنا هذا اللايف هذا، وتحاولوا انكم تبارطاجيو الى سمحتوا الاخوان كاملين. السلام عليكم. السلام. انا داود عمي اللي طاح تراب تاعي بالدار في دربولي الشريف، هو الزوجه ديالو والولد. الدر سعيد كان كيجاوب، كنا كنسمعوا الصوت ديالو، وقلنا لواحد ثلاثة سوايع تقطع الصوت ديالو، قال لي بغيت الماء وهذا، ما عرفوش التليفون طفى ولا لا. هذا الشيء اللي كاين دابا حنا في البلاصه اللي كاين فيها هوايا الداخل، قال لنا الداخل حدا الداره، باقي دابا باقي دابا حدا الداره. هو والزوجه ديالو وولده. انتم ملي تلقيتوا الخبر ديال جاتنا صدمه ما توقعناش صراحه،
صراحة ما توقعناش العائلة ديالو كاع جينا هنا ما توقعناش هاد. بالنسبة لهاد البناية هادي يعني كانت باش يعني كنطلبوا منهم أنهم باش يخلوها؟ لا ما عمرهم قالوا ما علموناش. لا 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 ما عمرش عاد جعدا هما البناية كلهم موحدة نفسهم كيفاش غادي؟ هما كيفاش كيشوفوا هاد الحالة هادي؟ وهادي راه تقدر تشي يتريب راه كتشوف الشق ديالها هادي ممكن يضربوا لي الشرفة كله مهدد. وشكرا أخويا. شكرا أخويا. تفضل الحاجة. كيف ما سمعتوا معنا الان يعني شهاده لعائله يعني المفقودين الثلاثه الذين ما زالوا تحت الانقاض يعني حاول اتصلوا بالمفقودين الثلاثه ومازال كيتجاوب هو اللي راه خدينا عنده التصريح دابا قال لي ما انا واقفين عند الحائط واش ود عمي راه باقي في التليفون كيف ما سمعتوا يعني شهاده يعني الاخ اللي يعني من العائله ديال الاخ كما قال سعيد الان غادي تخرج الجثه ديال الان يعني خرجت الجثه اللي كانت عالقه بالانقاض وكيف ما كتشوفوا الان يعني السياره ديال اللي كتقل للموتى يعني غادا انا لله وانا اليه راجعون كيف ما كتشوفوا معنا يعني السيد عبد المؤمن راه يلاه سلم عليه خديتي صوت ان شاء الله كلشي مرة حتى واحد ما يبقى حتى واحد السلام عليكم كلشي كلشي شنو راه ما كاين والو يلا الاخوان يلا الاخوان يلا 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 كيف ما شفتوا معنا الان يعني بعد ما تم يعني بعد ما تم ابتلاء الجثة من يلا زيد خرج على برا يلا
كورونا كتدور صعيب غير كتدور صعيب والله كتولي واش نتوما خليو نتوما حنا كنديرو واش كتخربق اصاحبي شنو واش كتدفع بيدك وتقول لي الشيطان راه كنت هو راه يا نعاونو حجي ورا البريد عافاك الله يرضى عليك يلا قلبوا على الصباح وتجي معانا خلي الناس يديروا خدمتهم خلي الناس يديروا خدمتهم باقي السيد حي هو ولادو مرتو ولدو باقي الحيين كاينين ثلاثه الناس باقيين تما وما فوقيش لهم ثلاثه الناس باقيين راجلو ومراتو ولادو والناس باركين هنا رجال الامن وكذا حتى واحد ما دار شي حاجه هنا والحلا كنا تلقونا حنايا حجره بحجره غتخون الناس باقيين حيين هضروا معنا في التليفون دابا اما الناس باقيين دابا حيين دابا نيت حجره مع تقول الناس الله يرحم الوالدين وما ديريش اجتماعات تما اش كيديروا تما عاد تقول الناس طيح عليه الحيط وزادوا بحالهم حشوم عليهم وبقي حي بقي حي هضر معانا الصباح هضر معانا راه بقي هو ومرتو ولدو هذا الوقت دابا وراه دابا خمسة السوايع دابا باش هضر معانا رطفا لي التليفون ديشارج عليه ديشارج عليه الصباح من السبعة الصباح راه من السبعة الصباح وكان حي صاحبي باقي الحي باقي حي باقي حي دابا باقي حي باقي هو مرتو ولدو اخويا باقي هو مرتو ولدو باقي اخويا راه عايد على الناس الصباح العائله ديالهم قال لهم راه حنا طايحين وواحلين هنا وقال لهم باغي الماء واش هو واش عطاوه الماء ولا باقي تما واش وصلوا ليه واش هذاك ميت وهذوك حيين علاش ما خلي الميت الله خلو يطلعوا الحيين هما الاولين راه ثلاثه الفوس باقي الحيين تما راجل ومرتو ولدو صغار راجل ومرتو يمشي فين غيمشي جبدوهم ماشي عاد تصوروا فينا عاد تصبر تصبر غيمشي من الكوار الاخوان ديالنا سمحوا لينا غادي نلتحقوا الان بالديار ديالنا كيف ما شفتوا على انه تم يعني اقتلاع جثة من تحت الانقاض ولكن هناك ثلاث يعني من الضحايا اللي باقين تحت الانقاض اللي كيتسنى ثلاثة اللي باقيين تحت الانقاض ولدو يعني كيف ما قالوا الاخوان يعني بعد ما اتصلوا بهم في الهاتف يعني تواصلوا معهم وقالوا لهم على انه راه بغاو الماء ويعني راه باقيين حيين ولكن لحد الساعه ما عرفناش شنو واقع يعني بعد ما يعني انقطع الاتصال بينهم ما بقاش معروف شنو واقع لهذوك الناس واش ان واش المشكل ديال الشحن هو اللي ما بقاش او لا يعني الاخوان الفضول الانفاس ديالهم الاخيره كنتمنوا من السلطات كاملين على انهم اش هاش خالي خذوا من اللي يريد
كيف ما شفتوا معنا الان يعني الام ديال المفقودين الثلاثه اللي مازال تحت الانقاض. شوف هذا الشيء